الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم غادة محمود. أول يوم النهاردة لي على الظهور على القناة، أرجو أن أنول إعجابكم وتستفيدوا مني. أعمل لكم النهاردة البيتزا المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو دقيق، ثلاث أربع كوبايات، اللي ما عندوش ميزان أربع كوبايات دقيق. معايا معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بيكربونات بيكنج باودر. أقلب المقادير الجافة مع بعضها كلها. معايا كوباية مية دافية. معايا الزبادي. معلقتين كبار زبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بكوباية الخميرة. انا جبتها على مطار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف تنزل بالمية بقى. نزل بالمية شوية شوية كده عشان أشوف العجينة معايا تشرب وتبقى معايا عجينة جميلة كده ولينة تعرف تتشكل وتبقى جميلة. هنزل كوباية المية، هي اعتبرت كوباية المية. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية مية دافية. يبقى دلوقتي معايا نص كيلو دقيق. المعيار كده أربع كوبايات دقيق. معايا كوباية مية دافية. معايا معلقتين كبار زبادي. معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر. معايا معلقة صغيرة ملح. وابتدي اقلب كل الحاجات مع بعضها بقى شوية كده بقى. وابتدي اقلب وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينها بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معايا بقى في العجن عجينها كويس قوي. لما بس معايا كويس كان كده. لو عايزة العجينة مني مية تانية استنى فيها كمان شوية مية. هي معلقة خل تخلي العجينة هشة وطرية وجميلة. ثلاث معالق زيت زيتون. اللي عنده عجان عادي يحط بالعجان، واللي ما عندوش عجان هيعجن على ايده. كل حاجة تنفع معانا ان شاء الله وتطلع بيت جميلة وهشة وجميلة. يا رب تعجبكم ان
شاء الله عجينها كويس أوي لما تدخل من البولة كده تبقى عجينة معايا لينة مش يابس لينة. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتعوز اي حاجة يعني ما شاء الله. حركوا بس العجينة. تسيب من ايدي يبقى العجينه اتجانت كويس. بعد التاني معايا نص كيلو دقيق، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، تلات معالق زيت زيتون. اللي معايا اللي مش عايز يعملها بزيت زيتون يعملها بزيت عادي، اي زيت موجود. معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة سكر، ادوبهم مع بعض واسيبهم شوية كده على جنب لما الخميرة تتفاعل وتبقى كويسة كده. احط كل المقادير على بعضها، ومعايا معلقتين كبار زبادي او علبة زبادي صغيرة او علبة او علبة زبادي، علبة زبادي او معلقتين كبار زبادي. معايا نص كيلو دقيق اللي هو 4 كوبايات دي كوباية بس كده. استنى عجينها بقى لما انا اسيب ايدي واسيب من البولة. شايفين العجينة معايا اهي، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله جميل. عجينة البيتزا بقى ما بتبقاش لابسة، بتبقى لينة. كده عجينة دي عادي أي دقيق، دي لجميع الأغراض. دي البيتزا أي دقيق، دي متعدد الأغراض. تطلع عجينة معايا جميلة خالص ما شاء الله. كده يبقى العجينة اتعجنت خلاص. احط شوية زيت وانزلها بقى من كده. هسيبها بقى تخمر ربع ساعة. بس هتخمر بقى شوية زيت في الأرضية كده عشان عملية زيت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كل العجينة بتاعتي وسط، شايفين؟ حطيها بقى وركنها على جنب ربع ساعة تخمر وارجع لكم بقى العجينة تكون فين. تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة بقى معايا اهي، بسم الله ما شاء الله، خبرت اهي جميلة اهي ما شاء الله، بقت جميلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهمها بقى معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اكورها بقى كور كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اقطعها بقى زي ما تيجي معايا بقى على ارض الصواني اللي انا هربزها فيها. تيجي معايا مثلا اربع بيتزات. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عادة لما تعجنها هي بتحب العجينة، بيتزا بتحب العجينة كويس عشان تبقى العجينة معايا. جميل، شايفين العجينة معايا؟ مالها؟ مفيهاش لا عرق ولا حاجة، جميلة يعني. كورها بقى، كانت معايا ايه؟ أربع بيتزات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي افردها بس كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، العجينة بقى معايا اهيت، هبتدي افردها بقى، احط شوية دقيق وابتدي افرد العجينة. العجينة معايا جميلة اهيت، سبتها ارتاحت شوية عشان تتفرد معايا سهل. سلسة معايا مش بسهولة، هي جميلة ما شاء الله جميلة. نبقى بنشرب فردها، فرد معايا هي يا حبيبي. هبتدي ادهن الصينية زيت، الصينية معايا بتخلينها زيت، انا رشة زيت كده في الصينية وابتدي في ادهنها زيت. معايا الصينية اهي، حط كل سنة زيت صغيرة. هبتدي ادهن الصينية اللي انا هعمل فيها البيتزا اهو، زيت ده فرشة زيت كده. ابتدي اشيلها بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. الصينية كده نحط لها الصلصة، الصوص بقى عندي الصوص هنا، هوريكم طريقة تعمير الصوص. البيتزا شايفين كده معايا كده خلاص. هبدأ أغمس التانية، عجينة تانية، هفرد العجينة التانية معايا، هنفردهم كلهم في الصواني وبعدين
احط عليهم الحشوة كلهم بقى مرة واحدة. معاكم خطوة خطوة اسهل ما يمكن. جربوا الطريقة بتاعتي ديت وقولوا لي رأيكم. لو حد عنده أي طريقة تانية يقول لي رب وأنا أجرب. شايفين بقى معايا العجينة جميلة ازاي؟ نفردهم كلهم وبعدين نحط الحشو. دي عادي نحط الصينية دي بقى مش مليانة زيت. طيب هدهن الصينية زيت. شوية دي ما تلاقيش يعني اعملي وش الجاي مرة مرة كده كل حاجة. أي حاجة عندك هتحشيها بيها، أي حشوة موجودة عندك ممكن تعمليها بالجبنة. تعمليها بالفراخ، عندك حتة صدر فرخة قطعة كده من صدور الفراخ هتعملها زي الشاورما بالظبط، قطعة قطع صغيرة. أي حشوة بيتزا أصلا بيبقى طعمها جميل بأي حشوة. شايفين يا حبايبي سمك العجينة بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين سمك العجينة معايا؟ ده نص كيلو دقيق. دي التانية بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى دي اخر قطعة بقى معايا اهيت بسم الله الرحمن الرحيم. والتانية اهيت اخر واحدة معايا بسم الله الرحمن الرحيم. العجينة بتحسوها جميلة ازاي؟ العجينة جميلة، هي عجينة البيتزا كده بتبقى مش يابسة، بتبقى طرية لينة لينة معاكي كده، تبقى تطلع اللقمة كمان طعمها جميل ولين وتشكل جميلة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر بيتزا يا معانا ادهن الصينيه برضه زيت
الصينية زيت تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، اشيلها كده. شايفين يا عرب اي اوزي كويس، شايفين؟ وادي البيتزاية التانية، ده نص كيلو دقيق بتاعي عمل لي البيتزا دي. معايا الحشوة بقى، ده صوص البيتزا، معايا صوص البيتزا، بصلاية صغيرة، بصلاية صغيرة وقطعتها قطع صغيرة ومعلقتين زيت ودبلتها كده على النار في طاسة، وحطيت عليها فصين ثوم مهروسين، ونزلت الطماطم بالصلصة بتاعتي أو الطماطم الحاجة اللي موجودة عندي. عندك صلصة هتحطي عندك طماطم، صورة الطماطم متصفية وتنزلي عليها بالطماطم لما تتسبك خالص، هتحطي لها معلقة صغيرة زعتر وربع معلقة ملح، والملح طبعا حسب كل واحد ما هو عايز، يعني في ناس ما بتحبش حاجة حادقة أوي، حسب ما هتحطي أو رشة ملح يعني. وهقلب لما تتسبك على النار وتبقى معايا كده، هحط لها شوية كمون، هتخلي الطعم والريحة كده، هحط لها شوية معلقة صغيرة زعتر، رشة كمون، رشة فلفل كده، تبقى جاهزة معايا. هدي بقى البيتزا، هدي بقى هاخد الصلصة، عندي لحمة مفرومة عصقتها معصقة، طلعها بصلة صغيرة على النار دبل، وبعدين حطيت عليها اللحمة المفرومة وقلبت، وحطيت شوية ملح وفلفل وكمون، عندي بسطرمة أي حشوة عندك، عندي لانشو، عندي فلفل متقطع قطع، وعندي طماطم متقطعة قطع، وعندي بصل متقطع، واللي عايز يحط بصل برضو ده اختياري يعني، عندي زيتون متقطع قطع، زيتون اخضر او اسمر، ده الزيتون ده انا مخليلاه عندي عشان كده مقطعها في كام، مخليلاه عندي انا في البيت. ماشي يلا معايا بقى نبدا، بسم الله نبدا بالصلصه، هنحط عليها الصلصه الاول، هنفرد الصلصه، صلصه البيتزا، نبدا افرد الصلصه، ريحة جميلة جميلة، ما أقول لكم ريحة الصلصة بتاعت الصوص البيتزا جميل جميل، لونها جميل. على زود الجوين أفرد البيتزا، أفرد الصلصة على البيتزا، ريحة بقى خطيرة جميلة، ريحة الزعتر مع التتبيلة بتاعت الصوص دي طالعة جميلة، مع البصلة مع فصين الثوم، ريحة جميلة رائعة. صلصة البيتزا، هنحط
معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالحشوة. عفوا. هنزل اللحم. هنحط اللانشون. احشيها بقى بالحشوة اللي انت عايزاها، حاجة اللي تفضليها. عايزة تحشيها جبنة بس تبقى بيتزا بالجبنة بس، عادي جميلة برضو. هحط شوية جبنة موزاريلا كده في النص، تدي مطة بقى جميلة. دي جبنة رومي وجبنة موزاريلا مبشورة. البصل ده، شوية بصل كده عشان ما يبقاش كتلة مع بعضه. ده اختيار برضه، اللي عايز يحط بصل يحط. حط بقى شوية فلفل، رشات فلفل، طماطم عشان ينزل كده يبقى جميل. زوقيها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية جبنة، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، عندك جبنة شيدر، اللي جبنة تحطها بس جبنة رومي بتبقى في البيتزا جميل، موزاريلا بتبقى مش جميل كده عشان المطة بقى بتاعت الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشكل دي برضه طماطم، ما عنديش فلفل ألوان، عادي بقى ماشي فلفل أخضر عادي، فلفل أخضر، ما عندكش فلفل ألوان أعملي فلفل أخضر عادي موجود عندك، هيبقى شكله جميل. تبقى كفاية انها حاجة معمولة في بيتك نظيفة. شوية بصل، بصل صغير كده، نحطه كده. معايا يا حبايبي، حبايبي يا حلوين. نجيبها بقى شوية بصل. أنا لو عندي بصل أبيض برضك بحط لها بصل أبيض. كده هيكون الجديد.
البيتزا بتاعتنا. شكلي بقى دول بس اللي انت عايزه تحطيها تعمليها بقى الكالكيت بقى. عندي شوية بسطرمك كانت عندي في التقليل دي بسطرمة بتسمي بسطرمة نعملها بسطرمة. لحمة مفرومة ديت ومعصجاها عشان تبقى حشوة في كل اتجاه يعني لازم عشان الحشوة تبقى في كل مكان مش كده بقى حاول ما تحرقش مني. وادي شويه جبنه اهو وادي شويه لحمه مفرومه بس كده. اخر حاجه بقى الزيتون بقى شويه زيتون تحط زيتون اسود تحط يعني زيتون اخضر. انا عندي كان عندي الزيتون ده في التلاجة مش خلاص حط شوية زيتون هنا كمان في ديت شوية زيتون بس كده. الجبنة بقى هنزل بالجبنة على الوش مش بس تروح على الأطراف عشان ما تسيحش مني وتلزق في الصينية. أنا في حشوة في النص كده حاول أوزع كده يعني كل قطعة تبقى فيها حبيبي. دي اخر حاجة عندي معطوه ايدي وغيرهم بس كده خلاص. عايزة نفرش شوية زلطة على الوش كده ماشي ثواني ولا كده عايزة حبة زلطة كده على الوش يدوها نكهة كده حلوة. ونكهة جميلة كده رشة صح ورشة فلفل اسود اي حاجة بقى موجودة. وبكده نكون خلصنا معاكم في البيتزا. هكون مجهزة بقى الفرن مولعاه عشان يسخن. هي بتحب فرن درجة حرارته عالية هتتحط في الرف التحتاني ولما تحمر من تحت هنعللها من فوق عشان تاخد وش والجبنة تحمر وتستوي ونروح بقى نوديها على الفرن بقى وارجع لكم تاني. يا رب هنحط صينية فوق وصينية تحت وابقى ابدل بقى هتحمر من تحت عاملها وانقل ديت وهي كده حطها في الفرن اهو متوسط الحراره. هذا ايه الفرن شغال هولعه الاول. لا يا حبايبي هاخد بقى
ساعة في الفرن. فين؟ ربع في ساعة في فرن متوسط الحرارة. نقطعها بقى. شايفين بقى معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى اقطعهم. شايفين بقى طالع لونها جميل ازاي؟ ولا الريحه بتاعتها جميله جميله. سخنه بس ما مش عارفه امسكها عشان سخنه، عشان عايزه اوريها لكم سخنه بقى. العجينه هش سخنه مش عارفه امسكها. شايفين؟ شايفين المطه دي؟ شايفين يا حبايبي؟ شايفين ارضيتها من تحت؟ شايفين البيتزا ريحتها؟ بس كان نفسي تبقوا معايا موجودين وتدوقوا. شايفين؟ حطها من الفرن، خدت ربع ساعة في الفرن. وبتاخد بص تاخد بالك منها برضه وتبص عليها. وشها احمر هتوطي شوية، ارضيتها حمرا هتوطي من تحت. الارضيه بتاعتها اهي بيتزا في الهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان قناتي تكبر بيكم. بالهنا والشفا. السلام على السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.